وفاة الرئيس المصري محمد نجيب. تخرج ضابطا بسلاح المشاة من مدرسة الحربية وحصل على إجازة الحقوق ودكتوراه في الاقتصاد السياسي. اشترك في القتال ضد القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية. اشترك في حرب فلسطين عام 1948 وأصيب في حرب فلسطين 3 مرات. اختاره الضباط الأحرار بعد قيام ثورة 23 يوليو وشكل أول حكومة للثورة، ثم أعلن قيام جمهورية مصر العربية وتولى رئاستها، وبعد سنة تم عزله. توفي هذه السنة عن عمر ناهز 83 عاماً.